من بغداد أحييكم مشاهدي التغيير، ألتقيكم مجددا للحوار في قضية عراقية للنقاش. مشاهدي الكرام، اليوم الجزء الثالث من اللقاء مع السيد قيصر الهاشمي في ملفات اعتقدت وأتمنى أن تنال رضاكم أن العودة إليها والوقوف على حقيقة ما كان يجري وما الذي جرى. في الجزء الثاني كان هنالك حديثا مؤلما استمعتم إليه، وفي هذا اللقاء أيضا أحاول أن أستكمل هذا الحديث، ولكن بقراءة بسيطة لكل ما جرى. أن هنالك مسؤولين في مواقع متقدمة كانوا هم السبب الأساسي والرئيسي فيما وصلنا إليه، وتسبب في خلل من الصعب الآن مداواته أو معالجته. هذا الخلل يتمثل في أن هنالك أزمة ثقة كبيرة حصلت ما بين الشارع، الناس، الشعب، الجمهور المتضرر، وما بين الذين يقودون هذه السلطة. اليوم هي ليست أزمة فقط، إنما هو واد كبير مترامي الأطراف. هل تستطيع القوى السياسية اليوم أن تجسر هذه الهوة الكبيرة بينها وبين شعبها الذي جاءت لتحكمه؟ هذا سؤال ليس جديد أن نطرحه اليوم، طرحناه من سنوات، ولكن الالتفات إليه في ظروف معقدة بالغة الدقة والتعقيد أصبح يجب أن ننظر إلى هذه القضايا وإلى هذه الأحداث بتبصر. التبصر هنا هو ليس الحلول الترقيعية، هي ليس استنساخ سياسة المورفينات والخداع والكذب والتضليل. المطلوب الآن أن هذه القوى السياسية الفاسدة بين قوسين، نستثني منها القوى التي تحب العراق، عليها أن تعترف ولو مرة واحدة، أن تتحلى بالشجاعة وتقول أذنبنا، أجرمنا، أخطأنا، كانت مو شغلتنا، وتوهمنا احنا ما افتهمنا العراقيين صحيح، واعتقدنا في فترة من الفترات هذا الشعب خدر، مرة خليناه باسم المذهب، ومرة خليناه باسم الدولة، ومرة خليناه باسم التهديد الخارجي، ومرة اخذناه مظلومية السنة، ومرة قلنا لهم مظلومية الشيعة، ومرة بمظلومية الكرد، وخليناه بصينية وظلينا نفر بيه، واعتقدت انه الشعب داخ. لا، انتوا البعدين دختوا، لانه الناس كانت تبحث عن منقذ، واعتقدت في لحظة من اللحظات وبصفاء نية وبحسن نية انكم انتم ستكونون المنقذون، ولكن يمكن الله ما يحبكم انه ما انطاكم هذا الشرف، ولو الله سبحانه وتعالى رؤوفا بعباده جميعا. اليوم لما تسمع مسؤول بالدولة أنا حسر علي قرصة الخبز، تمطر الدنيا أشبع طين، تطلع الشمس أموت حر، ألبس وليد الصبح للمدرسة يجيني سين، لأنه المدرسة وسخة بحال للدينار، وطيارات النظام السابق أدفع عليها رضية 11 مليون، الوزير يقرر ما حد يسمعه، المسؤول يجي يقول ما حد يريده، اللي يحارب الفساد ما ترضون عليه، أو تالي متالي تحط لك واحد راكب له ماطور ولابس له حاط له وصله قذرة على وجهه، والكاتم بيده طاب ضد العملية السياسية. بويا ذني مالاتكم صارن قديمات، انتو قدام شعب اليوم ثائر، واكو أشراف بالبلد دي يقولوا لكم كافي بس عيب، وكل ابن آدم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. انتو حتى الله عاندتو، الله سبحانه وتعالى اللي ترك باب التوبة مفتوحا حتى آخر رمق حاربتوه،
ما أعرف أنتم ضمن أي منهجية تمشون، هل أنتم على دين؟ هل أنتم على مذهب ديني؟ هل أنتم على مذهب سياسي؟ هل أنتم عقيدة؟ هل أنتم من الشواذ؟ هل أنتم من المنحرفين؟ هل أنتم من الذين غررهم الزمن؟ هل غرر بكم؟ هل هنالك سلطات أعلى من سلطاتكم؟ هل هنالك ضغوط عليكم؟ كل هذا فهمونا صارحونا، وقلنا لكم نقف معكم لسنين، وأهديناكم عيوبكم، وسمعناكم لسنوات طويلة. ارجعوا إلى عقولكم، الله يستر عليكم، الوضع ما يتحمل. ولما أجيب آل السيد قيصر الهاشمي وما زال مسؤولا في الدولة، اليوم أنا أعطي نقطة بيضاء في هذا التنظيم، أقول لقد قالها هذا مع احتراماتي له كما قالها غيره، لأن أنا مو حاقد، أنا ضد الفاسد، نعم، وأقولها بصراحة، وللشرفاء في هذا البلد أمكنة فوق رأسي، وتيجانا أضعها فوق رأسي، حتى هذا الرجل عندما قدمه وقدمت مسؤولين غيره، أقول نعم هنالك نقاط بيضاء في هذه العملية، ولكن الملوثون أكثر. الجزء الثالث أيضا راح أبقى بملفات الفساد في من هذا القطاع، وهم أرد لكم يا وزارة النقل، أقسم بذات الله إلى أن أسترد الحقوق كاملة. أرحب بالأستاذ قيصر الهاشمي مفتش سابق. شكرا جزيلا. أنا أتشرف راح أبقى مفتش حتى إذا مو بصفتي الوظيفية، لأن يعني هذا بلدي، فراح أبقى أفتش عن الخير البلدي، وهذا والارتقاء بي عنوان، وهذا الشيء أنا يعني مو شيء جديد ولا شيء مثل ما نقول أعتبره فد ميزة أو فد شعار، هذا من المفترض يكون واجب مقدس. والحمد لله وشكر أسرتي دفعت من أبناء عمومتي بيت النوري والهاشمي والمبرقع، هلك خوز زلم، آلاف والسلطة 460 السلطة يومية باتلها بحضن سيد. دير بالك، وهي فإحنا لا حد يستكثر علينا ولا حد يشكل علينا، لا حد يجي يقول لي أنت ليش وأنت شنو وسويت، لا هذا ديدني وديدن. راح تنام بقبرك مرتاح، وإحنا كل إحنا نموت، اللي يدعي الشرف والشريف واللي أخطأ بحق نفسه كثيرا. لذلك أنا مرات ويسألوني جماعة وخاطب بقسوة، لأن تعرف مرات عندك واحد ميت تستخدم له الصعقة الكهربائية وهي قاسية، مو ترجى كله، لأن الطبيب مو ظالم مو قاسي، لكن عسى أن يسترد أنفاسه. لا تنسى أكو شخصيات حاربت قوات وجيوش عظيمة بوسائل بدائية في سبيل انتزاع حقوقها، وهذا هو الإيمان، فلا حد يستكثر عن الناس مهما كان يعني صغر إمكانياتهم أو وضعهم. الخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. الجهاز الذي تعمل به له موقف مع العراقيين، لما أنا قلت الملثم القذر النزل، لا حد يتصور أنه هذا ينتمي إلى المؤسسة الحشد. لا حشد، الحشد البطل اللي جاب. لكن شوف لما يدبرون مؤسسات بسمعتها بنضالها بكبريائها بمواقفها يجلدون مثل هؤلاء وينسبون إليهم. لا، خلونا، ليش أنا أقول دائما خلونا نفهم صح، خلونا نفهم. عنصر الحشد اللي يروح مع احترام، احنا كنا عراقيين، عنصر الحشد اللي يحمي حيوانات تابعة لعراقي مو من نفس الديانة يجي يقتل عراقي؟ ولذلك أنا هاي الصور الجميلة ليش تشوهها بملثم؟ هو لو زلمة، هاي مو ظاهرة، لا حالات بسيطة. خلي أقول لك سالفة، هو لو زلمة أو صاحب حق يموت على مال على دين على عرض على وطن، يطلع راسه وجر ورورة قدام الناس ويقول لاني بس جبان، هذول الجبناء اللي أضروا بالبلد واللي يقدمون أمام الناس علي بابا وسراق، ذول اللي يجيب الآن سيدنا كيف يمكن استئصالهم هذه الأدران الخبيثة؟ ذول أدوات حتى ننطلق إلى الأمام، أدوات للتدخل الخارجي من حيث لا يشعرون أو يشعرون، استغلوا غباءهم. هذول من حيث لا ذول اللي يقومون بهاي العمليات الإجرامية، ذول ضد بناء الدولة، ضد بناء الإسلام إذا هم إسلاميين، ويعطون مبرر للتدخل الأجنبي سواء كان تدخل أمريكي أو غير أمريكي، فلا يعتقد هو بهاي المباراة يحافظ على الدولة. بالعكس، الآن القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق تقول أنا ما أقدر أطلع العراق لأن العراق ما مستقر أمنيا. إحنا نعرف هاي حجة، بس أنا ليش أنطي الحجة؟ ليش أنطي المبرر؟
ابن بلدي ومحك جلدك كظفرك. مو ولعنة الله أقول هاي العبارة لعنة الله على كل من يرضى بأجنبي، ولعنة الله على كل من يمد يده لأجنبي على حساب بلده، ولعنة الله على كل من قبض من أجنبي وإن كان سنتا واحدا على حساب مبادئ هذا الشعب الجريح. بصريح العبارة أقولها. لذلك يجب أن تسقط هذه الذيول. أنت لازم تجرنا للسياسة. العراق مليان خيرات، ما نحتاج ناخذ من الأجنبي، إحنا نعمل بإمكانياتنا بثقلنا الشعبي بثقلنا السياسي. ليش ما نهتم إحنا نعمل؟ ليش يوميا خلي يأسسون شركات، خلي يأسسون شركات، شركات قابضة تعمل لبناء الدولة، مستغلين إمكانياتهم، مستغلون يسوون شركات يعمرون البلد، مثل ما الآن أغلب الأحزاب عندها شركات عظيمة هي تبني البلد مو تأخذ من البلد. إحنا نعلمهم شلون الموضوع. ليش يبقى واحد إيده ممدودة؟ خلينا للآخرين قصدي ممدودة مو لل. مرة أنا وياك حكينا بموضوع ملف غيار الطائرات، هذا الموضوع أيضا فتحناه أنا وياك بالنسبة لتشهر أنه تم التعاقد مع شركة تركية بخصوص هذا هذا العقد. كانت بوقت حكينا أنه فيه كثير من الشبهات، واحد من الشبهات اللي تكلمنا عنه أنه كانت الأسعار مرتفعة، يعني أم الدينار 6 دنانير، كذلك أنه بعض الطائرات ما كانت تصال بهذه الشركة، يتم صيانتها بشركات أخرى. هذا الملف بعد ما انعرض ونقرض من خلال قناة التغيير وعلى لسانك انت شلت وياي، اعتقد صارت اكو حركة. نعم. انا وصلتني، لكن وصلتني من خلالك، كيف تم التعامل مع هذه الشركة التركية بعد عرض البرنامج وبعد ما دليت انت بهذه المعلومات؟ طبعا كان اكو من ضمن شروط العقد والتزامات الطرف الثاني اللي هو شركة ATS Team التركية مثل صيانة الطائرات الوايد بودي بعد سنتين من بدء العقد، أنه حتى الطائرات الجامبو الإيرباص 321 330 تكون صيانتها في داخل العراق، وكذلك من مسؤولية جذب شركات عالمية لغرض إجراء عمليات الصيانة داخل العراق لتحقيق أرباح من هذا عقد المشاركة. زين. طبعا إلى هاي اللحظة الشركة التركية ما قدرت، ما حققت هذا، ما حققت يا دوب طائرة واحدة إيرباص 321، أما الآن الطائرة الجامبو اللي من المفترض تكون صيانتها بالعراق لا الآن هم خارج العراق، هذا كله فوات منفعة ومصاري. زين ما كان حاسبين حساب مشتركة غير رصينة، هي أساسا احنا عندك لوفتهانزا تكنيكال. زين روح المطار صوفيا، روح المطار هيثرو، روح لأي مطار راح تلقى لوفتهانزا تكنيكال. زين هذا أنا ليش عايف، ليش عايف هاي الشركات العالمية بالصيانة اللي هي تنطي سيرتيفيكيت عالي اللي تطي هي اللايسنس هسه ماردة توسع هاي هسه سوت السول يعني الأخوة في الخطوط العراقية بعد تغيير الإدارة والوزارة الجديدة أكو صارت إرادة. هنا نجي على موضوع إذا أكو إرادة، الصور وفروا 150 ألف دولار شهريا في أجور مبيت المهندسين الأتراك. 150 شهريا في الأجور بتصرف على الطواقم. وين يباتون؟ قصد كانت هاي تروح يعني ما كانت مقننة، هسه تقننت صارت بطريقة وفرت عن السابق قرابة من 100-150 ألف دولار. ثانيا أكو مواد إحنا نرسلها للشركة التركية تقوم بصيانتها، تفرض علينا أسعار 1 إلى 10 قياسا لأسعار عالمية. زين هسه العراق قال احنا ليش يعني ما مجبرين نودي هاي المواد اللي بحيث محرك غير محرك شنو اللي اجزاء اللي يصير لها صيانه دوريه، خلينا نوديها لغير شركات. ودوها لغير شركات وفروا 90 الى 80% من اجور الصيانه. الان هذا اللي كان يقبض عموله، ما اقول غير يقبض عموله، يعني ايش قد كانت اقل تقبض عموله؟ هل تساوي ال 80-90% كانت تروح من حقوق الشعب العراقي؟ الان اجى مدير مدير اجا ومهندس غيروا الخارطة هاي الوفرة. انت فتحت لي خوش محور، انت انطلقت من قضية الارادة. نعم. الارادة عندما تستحضر تستطيع ان تفعل شيئا، لكن لما اكتشف هذا العقد. نعم. انه الشركة غير رصينة وبالتالي حملتنا اكو مضاعف الارقام، تحولنا الى شركات اخرى. هنا هل مو بكل الجانب، اكو جانب ما نقدر نحيد عنها، ما نقدر. ملزمين هنا هل تمت محاسبة الجهات؟ تم إحالة الملف، تم إحالة إلى عد وين يوديه؟ تم إحالة أخي، إحنا مو جهة قصاص.
اكو عندنا مؤسسات دوله، اكو اجراءات تراتبيه تسلسليه. انت بالنسبه لك مكتب مفتش عام اكتشفت هذا الشيء، ما حد استجاب لك من داخل الوزاره، حولت الملف الى النزاهه. عمي الراد في كل مؤسسه والنزاهه والقضاء. انت الان قبض صادر ومهزومين درجه الان في هذا الظرف. سيدنا انت تعلمني بهذه القضايا اختصاصك. انا اشوف انه في كل مؤسسه اكو محكمه، تعرف ليش؟ لانه الفساد لا تاسس الفساد ما... الفساد لا... الفساد وصل لمستويات هذا يكون يتحاسب. الورى الولد مليانين فلوس وطريق الحرام هواية وولد الحرام هواية. أنت خلي بالك البناء أصعب من التهديم. لا انبنت الآن المحكمة الخاصة بقضايا الفساد. هسه ذول يسوون هم اللي أهل العقد مهزومين اللي متسببين بالضرر المالي وحتى اتهموا بالخيانة. أحد التوصيات أنه تحقيق مصلحة. هسه مرات هسه الهزم ما يرد، عدى عمارة هنا وعدى بيت هنا وتم إيقاف عمليات الصيانة للأجزاء يعني أكو أجزاء يعني يصير لها صيانة أو إدامة مع الشركة التركية تم تحويلها إلى شركات أخرى. فرق السعر 1 إلى 10 إلى 9 إلى 8. زين أنا اكتشفت بعد العقد إنه هاي الشركة كانت خبرتي مو على قدي، انضحك علي الوسطاء، واكتشفت إنه هذا العقد ملزم بليمتد بتوقيت معين، ما تقدر تفسخ العقد إلا برضى الطرف. لا تقدر تفسخ العقد والولد ولا نفس تصير قضية العبد ونفس قضية مال هاي وزارة الاتصالات ذاك يوم ما أعرف قد كم 100 مليون دولار ما جتهم غرامة. أي. والآن هذا السويدي كذلك. أكو موضوع ثاني تناولناه هم أحب أبشرك به، موضوع تسيير رحلات عبر شركة أطلس باستخدام الـ IOC مالها إلى أوروبا. أول مال حظر الطيران أي. أول ما انتهت الحقبة الوزارية السابقة اجابوا الشركة من كيفه، قال اريد انزل لكم للنص ما يعني فد مبلغ اي اريد انزل لكم هذا المبلغ شقد مثلا 2 مليون دولار بالسنة 3 ملايين بالسنة هاي وين كانت تروح؟ شعجب هذا نزلها من كيفه؟ اجا وحي مثلا يجوز لانه صحوة الضمير هل غاب المسبب لوجود بالاعلام؟ لا يعني جزء طبعا اكيد القضية اولا تناولها مكتبنا، تناولها النائب ناظم الساعدي، ثم تناولها ديوان الرقابة المالية، ثم هيئة النزاهة، وكانت اكو ممانعة بصلافة ووقاحة بالدفاع عن الموضوع. لما تناولناها بالحلقة تناول بهذا التفصيل وتغيرت الادارة، اجت تغير المدير العام واكو شخصيات ابعدت عن مفاصل بالشركة اعيدت. اجى هذا صاحب الشركة الاجنبي قال انا اريد اتنازل من كيفي، يعني هل قد سعر. مع هذا قامت الخطوط باعداد اعلان لتسيير رحلات الى اوروبا بطريقتين، اما بطريقة الاكمي اللي هي يعني كل شيء على الشركة، الشركة هي تجيب طائرتها وطاقمها وتتحمل كافة مصاريفها، او بطريقة 83 بيس وفق بروتوكول 83 بيس اللي المعمول به. وبالتالي هذا ايضا الحمد لله الشكر هذا يعتبر انجاز تحقق. احنا نفرح لما نعرض اشياء وتم الاستجابة لها. بس هي المشكلة الشك يشبير لك عزيزة. لا ارادة وحقك، اذا اكو ارادة كل شيء ينصلح. الارادة تحققت الان ونسأل الله جميعا انه يصلح ولو الجميع. مو بالمستوى المطلوب لكن نقول اكو ارادة ان شاء الله. اكو وعي لدى الشعب والشعب الان يقول لك انت اذا ما تقدر تحل انا هالمرة احل. لذلك يجب اختيار شخصيات عتها شيء تخاف عليها، عندها إمكانية، عندها كفاءة، عندها استعداد للمواجهة، للشجاعة. اليوم المرجعية من تقول أريد القوي الحازم، الحازم يعني شنو؟ يعني واحد إرادة. الآن النخب والمتظاهرين وزعماء القوم نريد حزم، نريد كذا، نريد كذا. أكو فد اليوم القوانين أفرغت من محتواها. اكو مبدا، اكو فد مصطلح اسمه سراق القانون، هذا بجورجيا، هاي الثوره ما كل اللي صارت في جورجيا حطوها بالزباله. ها هذول يسمونهم سراق القانون، استخدموا قوه القانون في 6 أشهر. تدري هسه جورجيا اعلى من بولندا وفنلندا بمعايير النزاهه والشفافيه؟ اللي وصلت مرحله جورجيا وزير الداخليه يقول لهم انا مول خزينه الدوله من الرشاوي. اللي وصلت مرحله يتعين شرطي بجورجيا يدفع 20,000 دولار. الان جورجيا مصاف الدول المتقدمة. كوريا اللي كانت آخر دولة بالشفافية. سنغافورة. لاحظ إحنا
احنا نقول التسعين. تقرأ تاريخ الصين ماذا كان وتقرأ يا اليابان ماكشي صعب بالإرادة ماكشي صعب اليابان بالحرب العالمية أو بالمناسبة إذا صار تطور في بناء الدولة هذا راح ينعكس إيجابيا هاي الإسقاطات الإيجابية ما تنعكس عليك وعلي لا نموذج ينعكس على النخب النخب هي اللي راح المافيات لا نموذج الدولة ها وأنت مسلم رقبتك بيد فلان وفلان وتشتغل بالنيابة عن فلان الدولة تبنى عندما تكون هنالك رجال أحرار عندما يكون رجال لذلك شارب من صدر امه مو يوقف يصفصف قدام فلان وفلان لذلك عين الزلمه بتوصل لهالمستوى لذلك المرجعيه نتحذر من التبعيه ومن التدخلات الخارجيه لان التبعيه والتدخلات الخارجيه والاستماع للغير هو فقدان البوصله ما قصره بس عندي ايضا قضيه نستفاد من الوقت احنا ميناء الفاو العظيم القصه العجيبه بعدني أرضع ممية وأسمع بميناء الفاو من أيام البكير وراح البكير وجه القائد الضرورة وراح القائد الضرورة أو بدت من مجلس الحكومة وللانتقالية مال المؤقتة مال السيد علاوي للانتقالية مال الجعفري الحكومتين للسيد المختار الحكومة للعبادي وحكومة السيد المهدي وإلى الآن ميناء الفاو ما صار بسنة ميناء مبارك صار بالكويت وإحنا صار جزء شنو من ممكن. شنو قصة ميناء الفاو ولو اطلع العراقيون على حقيقة ما يكسبه كشعب من ميناء الفاو قال ما أدري سوى شنو اللي عطل ميناء الفاو قرارات سياسية تبعية أجنبية عمالة ماكو فلوس مجموعة عوامل خلي أختصر لك إياها مع أذكر شواهد وأمثلة في عام 2005 اللي بزمن السيد سلام المالكي اللي كان وزير النقد كان يفترض أن يتم إبرام عقد إنشاء ميناء الفاو مع أحد الشركات لكن في وقت توقيع العقد تبين أن هناك خلل بالتصاميم اللي تخص خاصة الغاطس اللي هو مستوى الأعماق اللي من المفترض كان هذا نوع من التحايل الدولي لإنشاء ميناء لا قيمة له عالميا يعني ما يقدر يستقبل بواخر عملاقة تتناسب مع التطور اللي حصل بالنقل البحري فبالتالي انتبهوا لهذا الموضوع وبقت السيد سلام المالكي وكذلك الدكتور حسن الموسوي كان مدير مشاريع الموانئ وأوقفوا العقد والشركة بعد انهزمت ما رجعت لأن عرفت انكشفت يا الشركة اللي جاي مقدمة عطاء الصور كلفة تخمين الميناء كان 8 مليار دولار قدمة بستة مليار ونص وهذا هذا الرجل المسيحي اللي هو صاحب الفكرة اللي لا مو صاحب الفكرة حنا الشيخ حنا الشيخ كان هو كطرف بالتعاقد طبعا هذا الموضوع الدولي هذا إرادة تمويل مؤسسات كبير تمويل دولي 8 مليار دولار بعدين الموضوع احنا كنا ننظره فقط كميناء هو مو بس ميناء هو مدينة قوية طبعا الفاو أنا رحت زرت المشروع كان طريق صدفة موجودة الدكتورة أزهار تحياتي لها اللي هي مدير عام في وزارة التخطيط قبة المهندسين وكذلك الأستاذ ماهر دهموش وكيل وزير التخطيط ووكيل وزير المالية في نفس الوقت وكان معانا الوكيل الفني عباس عمران ومدير الموانئ والأستاذ أسعد مدير المشروع طبعا يبعد تقريبا موقع الميناء حوالي 160 الى 180 كيلومتر عن اقرب كثافه سكانيه حقيقيه انا وقفت عليه انا صورت بالتالي اخدمك بس خل نوضح هاي فرصه نشرحها للوضع للشعب العراقي هذا يصلح لان يكون انا اطلقت عليه حلم الاجيال واطلقت عليها مدينه الفاو الاقتصاديه وتصلح لان تكون كوندوفراليه اقتصاديه للعراق هيك توصيف دقيق كتبت أنا مقترح إلى السيد من شفت زرت المشروع كتبت مقترح إلى السيد رئيس وزراء وقت العبادي وعدي المسودة كاتب خط إيدي بعد ما استناريت من الأخوة اللي كانوا وياي بعض الملاحظات قلت له أن مشروع ميناء الفاو لم ولن وسوف لن يرى النور في ظل أي وزارة سابقا أو لاحقا المشروع أكبر من وزارة أقترح تشكيل لجنة عليا برئاستكم والذهاب إلى الصين لأنها تمتلك الفوائض المالية والإمكانيات التي وصلت إلى الجيل الخامس من الموانئ أيضا يدري هسه وين واصلين الصينيين والموضوع ما يحتاج له هاي الفلسفة وهذا التعقيد بسيط جدا إحنا نجعل من الفاو منطلق لبناء العراق الجديد كالآتي استكشافات النفط والغاز وأي ثروات
في هذه المنطقة لتمويل المشروع. لا أخذ قرض. وش قد فلوسه؟ 8 مليار. من افترض أنا التقيت وزير. أنا أشلك باقيش كامل. وزراء النقل. ثلاثة بس. مليار كاسر أمواج. ثلاثة. أنا ما أحكي لك على أرصفة. أنا أحكي لك كمدينة الفاول الاقتصادية. أس إحنا بس الميناء لازم أنت بالنسبة لك راح يصير تري شنو هذه؟ زين. راح يصير محطة عالمية لكل دول العالم. أوكي. هذه الثروات اللي تستخرج من أرض الفاو اللي ما مستخرجة لحد الآن. وأكو آبار مشتركة بيننا وبين الكويت. وأكو غاز طبيعي بالمنطقة. أسس شركة غاز الفاو، نفط الفاو. هذه تمول بدون لا قروض ولا فوائد ولا. حاس بها 8 مليار. هاي ضمان سيادي. زيب. اليوم اللي يريد شو تريد كجهه منفذه ضمان سيادي؟ هذا ضمان السيادي، ضمان الدوله. انت تعال الصين اي دوله سووا مناقصه، عم اقول لك هذول بس على الصينيين وتابعين لايران تابعين روسيا ولا امريكا، سووا مناقصه عالميه. إيه. تمويل المشروع من الاستخراجات النفطيه واسوي شراكه يعني المشروع دي. الذي يعمل عليه عبد المهدي الان. لا هذا المشروع اخر، انا احكي لك على الجزئيه على الفاو. المشروع عادل عبد المهدي السيد اوسع من ضمن الفاو. طبعا من ضمنه ضمن الفاو بانه نقطه نفط. انا احكي لك على واقعه. الفاو الان مو بس ميناء، الفاو ظهرت بها كائنات بحريه جديده اول مره من صار كاسر امواج. ظهرت الدلافين تصلح لان تكون حتى محميات. مدينه سياحيه احلى من شرم الشيخ تصير. احنا مو ننظر الى فقط ارصفه، مدينه اولمبيه، مدينه طبيه، مطار دولي، منتجعات، فنادق 5 نجوم. راح أصير حتى أفضل من جبل علي. إحنا خلال 16 سنة ما كنا نقدر نخلي كل سنة 500 مليون دولار بصندوق للفاو؟ كانوا الشاكلون. إحنا بكرة ما نفتعل هاي الأزمات اللي بيناتنا سنية شيعية كردية وهذا زين. إحنا خل نركز في بناء بلدنا، نحقق السلم والاستقرار الاقتصادي اللي راح ينعكس على الخارطة الجيو سياسية جيو بالمنطقة كلها، راح ترتبط مع دول العالم، الربط السككي غيره غيره غيره، هاي كلها راح قناة تتحقق. الجافة هي القناة الجافة نربط الشرق بالغرب، نحن حلقة الوصل. طبعا استغرب بعض انه الاخوة يربط مشروع السيد عادل عبد المهدي مع الصين، يقول هذا طريق الحرير ما يمر بالعراق، يمر بإيران وما شنو. انا استغرب من هذا الطرح. اخي اقرب نقطة برية هو مشروع بي 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 الى اقصى نقطة في اوروبا من بصرة بغداد. بصرة بغداد برلين سنة ايام. بصرة بغداد برلين هاي هو الخط. وانا شو العلاقة بالعوف طريق الحرير؟ انا إليه كبلد الان حتى اقدر استخدم هذا المشروع لتصدير النفط للغاز لكثير من المسائل، نقل البضائع. هسه النتيجة ليش ما سووه الولد؟ تقول لي فلوس. تخطيط واكو ايرادات ضد استقرار البلد. هذا التناحر الطائفي، التناحر الحزبي، التناحر القومي، هذا دفع بانه عدم السماح بتقدم عجله بناء الدوله بسبب هاي التناحرات. لكن ايش معنى منهم؟ انا هسه اكون واقعي، هسه هم متناحرين. هسه يقول لك واحد هذا يدافع لو قابض. يعني هسه مثلا احنا بكان ما نسوي ازمه بين المركز والاقليم، والله الاقليم عنده 250 برميل مطانيها والله كذا، انا عندي جزء من العراق مستقر، خلي بيني وبينه مو اليوم مستقر، مستقر مو مستقر. لنفترض هسه الاقليم لا سمح الله بي مشاكل، احنا ما ندفع زيد من هاي 250 برميل، ما عاد الفرق المادي يتعالج. انا خل يعني يصير فد امان، يعني خل نقول مصداقيه بيناتنا، ثقه من جسور الثقه بيناتنا، بذاك الوقت نحل هاي المشاكل الثانويه. انا اهم شيء عندي مشكله اللي هي مشكله الان ينادون وطن، خل القى العراق، ارجع العراق اللي صدام بالثمانين حارب نيابه، حارب نيابه عن امريكا. كم محور على مدى 6 حلقات 6 ساعات انا وياك اتناقش على اوقات متفرقه، في كل محور نجد ان هنالك غياب للاراده السياسيه، هنالك غياب للتوافق السياسي، استاذ هنالك اتفاق لمنهجيه لا تقبل اللبس ولا الغموض على عدم انتاج شيء تفتخر به للأجيال. ليش لا تخطيط ولا الاستعانة بالآراء؟ يعني أقول لك شغلة، هسه صعب إحنا يصير عندنا قمر صناعي. هذا القمر الصناعي من خلاله عدي شركة اتصال، عدي شبكة اتصالات هاتف نقال اسمها الوطني، وكل سيارة طبعا هذا يطلع بلاش، خلا أحكي لك فكرة قد يكون. إحنا إذا صار عندنا القمر الصناعي كل صاحب سيارة مطلوب منه بالسنة 100 دولار نظمة لكتأمين من السرقة لسيارته من خلال نزرع شريحة متصلة بالقمر الصناعي. كل صاحب دار أيضا نربط كاميرا وهكذا، رح يطلع المشروع علينا بلاش. لا 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 أرجوك
زين لا لا خليك لا لا مو انا التجني ما احبه سيد. انت هنا الضرب الاخر تسالني ليش القمر يكشف الملثم تابع عن شلون يقتلون الولد ما احتاج بعد ملثم جديات انا مو اتذكر انا ما احتاج ملثم انت ما ابسط نفوذي بالبلد انت ما راح البلد هو يجيني شلون يصفون لا ما يصفون القمر يشتغل زين وليش يصفي ليش لا هذا ما طلعت الطلقات بسيارتك لا اسمع هو ليش يصفي يصفي غير يحافظ على حكمه لا سامح الله انا وانت تحاول على حكمه تحط له قمر صناعي فوق لا لا بس تحط له قمر صناعي فوق يكتشف الضرب سيارتك اسمح انا بالعراقي يقتل العراقي الا اذا كان مدفوع من برا انا هذا الموضوع الاتهامات اللي جاي يصير بيناتنا حقيقه انا ان يعني جات بني ديت سيدنا جاي يصير هسه انه هذا يقتل وهذا يقتل هذا اكيد في كل دوله اكو عميل واكو جاسوس واكو خائن بس ما يصير نتهم بشريحه معينه او جهه معينه ليش هو يا من اللي يقتل الان من حسب نقدر نتهم منه ما تابع لا لا احنا نقدر نتهم منه احنا بدنا نقول قاتل انا احكي لك كوضع عام الان اكو اتهام انا وانت جاي نتهم القاتل من يقف فراءه المتضرر بالضبط متضرر منه المستفيد من وضع العراق المستفيد من وضع العراق ومستفيد من ذهاب السلطه بالضبط اللي جاي يستخدم السلطه يعني انت تحط له قمر صناعي فوق يكشفه سيدي يعني اقول لك شغله دكتور يعني هي صعبه اذا اسوي اسس البنك الوطني هذا البنك الوطني في كل محافظات العراق كل عراقي ولد الى رقم هذا رقم حسابه ورقم تليفونه ورقم الجواز مالته وينزل بحسابه اعزل 10% من ايرادات العراق تنزل بهذا البنك الوطني واخلي واشرع قوانين اللي 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 يختلس اللي يقتل اللي يسوي سلطة مسلح هذا كله ينحرم من عنده وحسس العراقي بالانتماء احسس انه هو مشارك في الثروات وخذ زين اخذ الى 10% والحبايب اخذ 10% صدقني اكو احصائيات انا اقراها هسه صدق كذب اللي جاي ينسرق من موارد العراق حوالي 20% الى 15% هسه صدق كذب ما احنا لو 10% من ايرادات الثروات نخليها بهذا البنك وللاجيال واللي يصير عنده وفاته وما يبلغ يسترجع من ولي امره نخلي منظومه تشريعات حتى الموظف بعد ما يسرق ولا يختلس ولا نقول الحرامي سيدنا كل كلام يقتل يعني راح ينحرم مشكله العراق لا تكمن في العوز المالي مشكله العراق تكمن في المنظومه السياسيه والاداريه واداره السياسه النقديه عفني من هذا الموضوع خلينا نروح الى قضيه المنافذ الحدوديه والفساد اللي يتم عن طريق المنافذ الحدوديه ومن اخطر المشاكل انه هنالك تعددات جهات متعدده من المخابرات هناك الداخليه هناك الدفاع هناك الماليه هناك الجمارك هناك شلون يتم التوافق بين كل هاي الجهات وشلون كانت تتم عبر المنافذ الحدوديه العراقيه مع وجود كل هذه الجهات تتم عملية تهريب الأسلحة. طبعا احنا اكتشفنا سواء جهاز المخابرات العراقي او مكتب متابعة رئاسة الوزراء او موظفي مكتب المفتش العام في وزارة النقل اكتشفنا حالات لتهريب مخدرات شتلات مخدرات احنا تكلمنا عن المرحلة السابقة واخيرا كان مكتب مفتش عام وزارة الداخلية هم اعتقد يعني اعلن فد بعض الصور والمقاطع لاكتشاف حاويات محملة بالأسلحة. طبعا هذا يصير مثل ما نقول تواطؤات يصير قد يكون جهة مثلا نطاق عملها من ناحية أمنية تفتيش جهة من ناحية تفتيش فقط فيما يخص أو تدقق فيما يخص الإجراءات الجمركية الرسوم الضرائب لكن إحنا هذا أعتقد إحنا تكلمنا عليه خلينا نقول شنو المعالجات تكلمنا بالسلبيات تصير كل هذا المعالجات أسهل من عتماكو ماكو تداول مالي داخل المنفذ الحدودي من المفترض كالآتي اليوم جنابك مستورد تطل عندك إجازة استيراد تقدم للبنك المركزي البنك المركزي ما ينطيك الفلوس يحولها للجهة اللي انت راح تستورد من عندها الملحقية التجارية بذاك البلد انت ما تجي تجيب له فقط المنافيست اكو شركة فاحصة بذلك البلد بالبلد المرسل انا متفق ويا فحص البضاعة تجيني وفق باسورد سيريال نمبر شوف شون بيها فد ملكوكة بطريقة التاجر هنا يتحاسب ضريبيا جمركيا رسوم يتفحن مع إجازة الاستيراد لما تجي البضاعة للجمرك موظف الجمرك شنو إذا شاف البضاعة مخالفة يصادرها وإلى 50% حوافز
بعد ماكو داعي من دين التاجر. اكو اجراءات حوكمه احنا لازم نوصل لها. احنا ذا ما هذه الحوكمه على استضافه السيد مدير المنافذ الحدوديه الدكتور كاظم العقابي، شخصيه محترمه، اشتكى من هذا ان هنالك من لا يرغب في ان تكون هنالك نظام حوكمه متطور زين يقلل من هذا الروتين ويقضي على منظومه الفساد والتحكم به. وصل الحال انه الموظفين يعطلون حتى السيرفرات حتى يلجؤون الى اليدوي حتى يبتزون الناس. وكذلك المنافيست البري، احنا عندنا في وزاره النقل ايضا صرت تلاعب بموضوع المنافيست البضاعه، مثلا شاحنه محمله فد 20 قطعه كل قطعه يراد لها منافيست، سجلوها كلها بمنافيست واحد. فهذا كله بالامور الحوكمه وتكنولوجيا المعلومات نقدر نقضي عليها. طبعا هاي كوريا اعتمدت هاي الطريقه وحدت من حالات الفساد بنسبه 60% باعتماد على تكنولوجيا المعلومات، وكذلك توفير الخدمات للمواطنين بسرعه وبكرامه. يعني انت مثلا مكان ما تاخذ اجراءات اصدار الجواز اسبوع 10 ايام بالمكان، ما تطول غير 24 ساعه. احنا اذا اكو اراده كل شيء يصير، اراده وشجاعه وحزم كل شيء يصلح وبسهوله. لذلك هاي الدعوات اللي جاي نسمعها ما جاي من فراغ، لان اكو معطيات متوفره انه بالامكان ان نحقق شيء. واللاعبين والمعرقلين في هذا الملف لا يتعدون عدد الاصابع. لا مو انا، انت بتقول لي هالشكل انا ما اقدر اختزل اصحاب الارادات العظيمه انه لا يتعدون اصبع الواحد. ذول يعني قد عندهم امكانيات بحيث يجيرون كل الكفاءات؟ لا مو بهذا التوصيف. يعني مرات هذا التوصيف شويه يحتاج لاعاده نظر، يعني يحتاج لاعاده نظر، لانه الكثره الان بسبب الفساد هي التي تحكمت وازاحت الشرفاء. مرتب اثار، رتب اثار اليوم ايراد تعاون المجتمع اليوم هي المسؤوليه التضامنيه، مو فقط المسؤول. اليوم انت كمراجع من تجي تراجع وتلقى شخص مبتز من تنبذه وتفضحه ودي لك قوامة ثاني يوم. الان مجلس القضاء الاعلى اصدر انت مو بالقمار، انت انا وياك قاعدين. هاي الحقائق انا اعيب على هذه الثقافات موجوده. نعم. لكنه الان الشرطي اذا بالقتال قتله واحد اهله الدوله ما تحميه، لان الدوله مرات منتسبه ما تقدر تحميه. هو هذا ضعف الدوله، كيف يمكن ان نعالج هذا الضعف اللي موجود بالدوله بحيث المنتسب بالمنافذ بالقمارة بالداخلية بالكذا يعرف أن هنالك دولة لديها قانون ثابت؟ طبعا بالإجراءات الثابتة الحافز والقانون القوي الرصين واللي ما يفرغ من محتوى، وعدم إدخال هذه المفاصل بالحصص والبيع، هذا من أهم العوامل اللي لازم تتوفر للارتقاء بمستوى العمل في المنافذ الحدودية مع إجراءات الحوكمة وإجراءات تكنولوجيا المعلومات والتداول عبر الوسائل الإلكترونية. يعني هسه الآن تجد أن هناك أشخاص وقيادات ومسؤولين وحزبيين وقريبين منهم وسياسيين وحتى إعلاميين، يا أخي صاروا إمبراطوريات مالية. زين إحنا نسمع أقول لك موازنة العراق 80% من الموازنة تشغيلية، يعني تروح رواتبه ومستلزماته، ظلن 20%. معقول البوق من هاي 20% سوى هاي الإمبراطوريات المالية مليارات عدها وزين وخايلهن بس 20%؟ ونزاهة ورقابة ومفتش عام وديوان رقابة المالية وما أدري شو يسمونها، ما سيطرنا عليها. هذا الاستفسار أعتبره استهجان من عندك، وهو أنا سامعه من أشخاص، وهو والله البلاوة عليك والله قصور، يعني قصور بالرؤية. وأي شخص في الدولة سمعت من عنده هذا الكلام إنه هن مليارين هن 4 مليارات، يعني أشفق عليه، لأن هذا ما قارد دولة صحيح. ويجي يعني هل يعقل أن يغض النظر عن شركات التمويل الذاتي اللي قيمتها أقل شيء 100 مليار دولار بالعراق، اللي تعمل باليوم 24 ساعة زين وبالسنة 12 شهر؟ هذه ليش ما تحسب ضمن ميزانية الدولة بس تحسب الموازنة الريعية؟ أنا بس أحسب الريعية لشركات التمويل الذاتي. الآن شركات التمويل الذاتي اللي بالوزارات العراقية قد قيمتها ما تقل عن 100 مليار دولار، كلها خسرانة هاي الشركات. لا مو خسرانة، مو كلها خسرانة، وإذا خسرانة يجب أن تحاسب.
على أساس أنت رئيس مالك 5 مليون، نقول 5 مليار دولار، أي. وزارة بيها شركات تمويل ذاتي عتها 5 مليار دولار وخاسرة، ليش يا رب؟ ليش؟ فشل، فشل في إدارة شركة التمويل الذاتي. تاجر، أكو تاجر يشتغل بالسوق ويخسر؟ أنا بكل محور أقول لي فشل. أنا أقول لك شغلة، أنت كل سؤال تقول لي فشل. لا أنا بتقصر. هذا الفاشل ليش بتشلم؟ قصة، قصة مهمة. إحنا جتنا نظرية اقتصاد السوق بعد 2004، راح أعطيك صورة من الفشل. حلوا مؤسسات مثل التصنيع العسكري، الصناعة وكذا كذا، حلوها، أعطوها مساعدات. والله شنو المصانع انباقت بما يسمى بالحواسم والآن ما جاي تنتج، والإنتاج مالها ضعيف والمستورد أرخص. ظلوا ينطونهم المساعدات إذلال 150 ألف و200 ألف و200 دولار. إحنا هاي المبالغ لو نعطينها مثلا للصين الكوري تيجي تأهل المصانع إلى ما وصلت للحداثة بالتصنيع، لكان إحنا الآن عندنا اكتفاء ذاتي من كل شيء. ليش بهالست أشهر صار عندنا اكتفاء ذاتي في مواد كثيرة؟ من أكو إرادة. أنت تنسى لقاء محمد الدراجي، تنسى لقاء من يقول أنا كنت يوم يعني ممنوع علي أنتج، قايلين قال وحكاها بالتلفزيون، قال أنت بوظيفتك وزير مو تسوي صناعة يا باش تسوي، قال تقعد وتسكت وتدرك تماما وتسمع وأنت مطلع أكثر مني الضغوطات التي تعرض لها وزير الزراعة. نعم أعرف كل زين، لأنه دعم المنتوج المحلي. وفي مكانك هذا النائب اللي قال سوف أستجوبه وخربيته هسه بالسجن، وتيجي تقول لي في ظل منظومة مثل هذا، شوف الاستهداف، يعني أنه يجب أن تكون إرادة. إذن أنا هنا أسأل، ما هي الإرادة التي يجب أن تتوفر وعند من؟ وهذه الإرادة التي يجب أن تتوفر، هل هي إرادة يجب أن تعاقب؟ تفرض. هل هي سوف تسحل؟ يجب أن تفرض هذه الإرادة، هاي وحدة، وتفرض بالطرق السلمية. نقطة. نقطة الثانية، الاستهداف ترى مو بس بهذه الطرق. أنا أفكر لك قبل فترة أحد أصدقاء يعمل في إحدى السلطات إجا من الحج، رح زرته باركت له، كان قاعد يمه شخص هم كانوا وياه بالحج، فهذا الشخص قال يا أبا أنا باكر مسوي دعوة هم، فرحنا للدعوة. أنا ما أعرف شو يشتغل هذا الشخص الحجي، الحجي صارت صور، صور التصوير إجوا هو الرجل من خل وتعذرني هاي المصطلحات ماكو نقول من الغربية، إحنا من الشرجية، لما تأهل وصارت صور زين، نشرت الصور أحد النواب اللي هو قمة الجبن، أقول أنا قمة الجبن والفساد أن يتستر الشخص بالحصانة ليتهم الآخرين. هذا تاجر ما طول هذا مفتش قاضي ما خسره من عنده مصلحة وياه. أدري إحنا ولد نص الدنيا، إحنا ولد العشارة العراقية، نلتقي ويا الكل، شو أنت تمنعني ألتقي ويا الناس تبتزني؟ أو يجي مع احتراماتي يجي شخص يقول لي أكو ملف فساد. أنا كل اللي الآن خل أحكي هسه، خل يصير كم ما حد يطلع بالتلفزيون يغرد على ملفات الفساد، خل أبوه على الكاميرا وما أكثرهم. أنا انطيتك ملفات فساد بيدك صار سنتين، قسم منكم عزمتكم ببيتي وطيتكم ملفات فساد بحكم وظيفتكم وينها، وقلت لكم ما راح تصرحون بها ولا راح تحجون بها، وأشك راح تنباع للفاسدين، وأتحداكم تقولوا لي لا. قبل شقد؟ سنة. كلمنا نفتح. لا أنت ما عندك صفة قانونية تطلع. لا لا. أقول لك. اليوم القتلة تهوس. نهي. اليوم القتلة تهوس، اليوم الرأي العام، اليوم الحكي للزلم. أنت ذولا اللي اندارت عليهم هسه بدقيقة، اللي اندارت عليهم وسلمتهم ملفات. مو زلم، الزلم اللي قاعده بالساحات اليوم واللي يطى الدماء والله كاتل هالبرد، اعرض قضيتك عليها وخلي الزلم تلتحم مع بعضها وتاخذ حقها. ذولا اشباه الرجال اللي سولفت عليهم ما ينطونك حق والله من المعيد. احنا مو واجبهم يحلوا استاذ مشكلة استاذ الشعب. استاذ نجم هذا واجب باذن الشعب. استاذ نجم اللي يطلع بالتلفزيون ويحكي علينا ويشكك بذمتنا، خلي يراجع نفسه. قبل فتره احدى المفتشات قاعده يم زوجها ويم بناتها وطلع تصريح المفتشين فاسدين، شنو ذنب هاي المرأة اللي أسبوع كامل بيتها زعلانة قافلة الغرفة عليها ما تروح للجامعة؟ والله شنو شخص عنده فد حالة نفسية وعنده مشكلة وهي مفتش يستغل الحصانة يطلع يصرح ضدنا جميعا؟ تعال قابلني. أنا دائما ضد الإطلاق وضد التعميم. تعال حاكمني أجي يمك
أي كان من يكون، كان من يكون، أنا أجي يمك حاكمني أنا أقبل. تمتلك هاي الشجاعة تحاكمني لو بس خلف الحصانة وخلف الكاميرات؟ أنا ما أدري شلون 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 البارحة حرام واليوم يصير شريف. أنا ما أدري ما أدري أنت تبني دولة، تبني دولة والبارحة عندك لجان اقتصادية واليوم أنت بالمناسبة واليوم 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 أنت تيجي تعلمني من هو الفاسد ومن هو السارق وتيجي توقف ببوش الحرامي. الحرامي اللي راح توقف ببوشها يعرف جياتك ويعرف بوقاتك وتعرف بوقاته. ليش ما تطلعون على الناس؟ استاذ نجي ما يحتاج. خل أقول اختصر لك، كم كتاب بالمكتبات على مسيلمة الكذاب؟ ما راح تلقى، أو تلقى كتيب. كم كتاب على محمد وآل محمد وزوجات محمد وزوجات آل محمد؟ وكم كتاب يشكل على محمد وآل محمد وعلى القرآن؟ آلاف الكتب موجودة. فإذا لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا فرقتهم عني ذلة. إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة. أنا دائما أقول المنطق الذي يجب أن يقود الدولة يجب أن يتسم بالإنسانية ويتسم بالشرف ويتسم بالمصداقية. ولذلك أنت في ست ساعات معي شنو نناقش؟ شنو نسولف على هوليود؟ لو على الأبراج اللي سووها بجزيرة الفاو؟ لو سولفنا على هاي الشقق المتحركة بالطاقة الشمسية على الناس؟ ناقشنا جيف في دولة وأنت شاهد عليها. ناقشنا كيف الدولة تتباهى مع بعضها البعض لتحمي فاسد. يعني طالما صدام حسين دافع عليها 20 مليون دولار، 10 مليون واكو دفعة ثانية طائرة العراق مو ما صدام حسين ما العراق هسه صدام راح نعم وتدفع عليها أرضيات وأنا رحلة ما عندي. اي والله جريمة ورحلة ما عندي. وتقول لي تقول لي تقول لي تقول لي صبرا آل ياسر. صار لي 16 سنة وكل ما ألتقي بشريف مثلك يكشف لي حقائق ما أنزل الله بها من سلطان. مطار النجف كويس، بعد بمطار النجف مثل ميناء الفاو العظيم. اجى التحقيق ودوا التحقيق، طلعوا فلان جابوا فلان، راح التحقيق اجى التحقيق، لا شفنا حرامي لا شفنا واحد السجن. يا اهل مسيطر على مطار النجف رجال دين سياسيين برلمانيين نواب، يا الحامل الحرامية لحقت حققت بي انت؟ رجل الدين يمثل نفسه لمن يعمل بمؤسسات الدولة. أرجو أن هذه قاعدة أتفق على هذا وأحترم ذلك. هاي النقطة. النقطة الثانية نقول لو كل الأمور تعالج وتناقش بانفتاح وجدية وعلى الطاولة، هذه الادعاءات أيضا فيها فد مثل نقول مبالغة. إحنا فاقدين للبوصلة في كل شيء، في الاستثمار في التعاقدات. إحدى الدول العربية تعتبر من الدول المتقدمة في مجال القوانين وفي سن القوانين وفي فقهاء القانون. تعاقدت على قمر صناعي اللي عدوا العقد مع أوكرانيا هم فقهاء القانون بتلك الدولة. واحد من عندهم وكيل حاكم دبي ووكيل ملك المغرب، واحد من عندهم وينقل استشارات قانونية في كل الدول العربية، ونائب رئيس جامعة في وقتها، ومؤلف كتب العقود التجارية والتحكيم التجاري. رغم هذا العقد من كم له عرضوه على مكتب $100,000 بس يراجع فقراته. احنا تعاقداتنا جاي تصير وكأنه احنا في جلسة أخوية. فلذلك الآن هاي الإشكاليات والمطبات التعاقدية جاي نعاني منعتها بسبب عدم وجود الكفاءات وعدم الاستشارة والنرجسية العالية بالتعاطي مع الأمور. لو كان أكو بناء مؤسسات صحيح لكان مطار النجف ما يتعالج بهذه الطريقة. ما يتعالج. راح رئيس وزراء أمر ديواني. أنا ما جاي أقول لك عن العقد بين الحكومة العراقية ووكالة تانس الفضائية لنقل مجموعة من الشباب ليستكشفوا القمر. أقول لك مطار النجف النهب صار كوم سنين، ليش ما حد طلع مو بس تقول كثير نسمع عنه. راس الوزراء دزت له دزت واحد وزارة النقل، لذلك انا سالت عنه. لا هو بالنسبه له من ناحيه سلطه الطيران المدني وهي اللي تنظم عمل المطارات في
في العراق وتشرف على عمل المطارات وشركات الطيران. أما هذا بوقت العقد أعتقد صار بين محافظة النجف وبين الشركات، بس من يعني مفترض أن ينتهي هذا العقد ويؤول إلى الحكومة العراقية ومن ثم إلى وزارة النجف. هسه سلطة الطيران البديل على رأسي، آخر أيام السيد العبادي الله يطول عمره انفصلت سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل، الولد تفقوا، الناس زعلانة، ناس مع هذا، شلون هسه قضية خروج القوات الأمريكية، هذا راضي وذاك زعلان، كان خطأ وهذا يحشد كان خطأ. اسمح لي، هسه اليوم أكو فكرة أخرى، يجب أن تعود سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل. زين إذا ردش استفادينا وإذا طلعت شل ضرينا، ليش إقحام بهذا الشكل لمشاكل كان المفروض أن هذه الجهود التي تختلف الآن أن تتبارى في معالجات كمطار النجف، أن تتبارى في معالجات الغرامات، أن تتبارى في عقود غيار الطائرات. الإجابة يجب أن تكون شهادة للتاريخ وبشجاعة، وأين كانت النتائج. قرار فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل لم يكن قرار من باب البناء المؤسساتي، وإنما لإبعاد الطيران المدني عن أيدي أحد الفاسدين. واحد، لإبعادها عن أيدي أحد الفاسدين، يعني فصلتها عليه وتبعتها من أيدي واحد. نعم، واللي يقول غير هذا الكلام، هذا اللي منع الشحن الجوي، اللي منع، اللي إلى أيد بالشحن الجوي، اللي راد يأخذ شركة حماية الطائرات يوديها شركة مال خياطة. ليش ما تحكي؟ لا يحكي هسه، وأنت ما تتوقع مني هذا الجواب. اللي راد شركة مال خياطة تجي تحمي المطار، اللي خلينا دخلك أملك هسه زين. ففصلوا سلطة الطيران المدني بعد ما عجزوا من حماية الطيران المدني من إيد هذا الفاسد المهزوم برا، فصلوها. لما انفصلت مهزوم برا هسه هو، لما انفصلت اكو ناس تحب يعني تمارس دورها على الطيران المدني زين، بس ما راح تقدر تنهض. اكو مبررات، يعني انت مع الفصل؟ لا اسمع، اكو مبررات اللي طرحوها، خلينا ناقشها هسه. انا بعد عندي دقيقه تعال، وبعد ما سوي جزء ذاك تعبت. انه فصلوا سلطة الطيران على اساس انه ما يصير مقدم الخدمه هو نفسه اللي يراقب. احنا عندنا قسم السلامه الجويه، هذا القسم هو هنا انا كتبت لك، قسم السلامه الجويه هو اعطاء التراخيص والتفتيش الفني ورخص العمل والاي او سي والكذا العاملين. السلامه الجويه هي اللي تراقب المطارات، تراقب شركات النقل الجوي. هذا يكون قسم رئيسي مرتبط بالوزير. زين اليوم هسه الان السلامه الجويه اكتشفت اكو خلل بالخطوط العراقيه، شلون تعالجه؟ لازم تخاطب الأمانة العامة، والأمانة العامة تخاطب وزارة النقل، وزارة النقل يخاطب أبو الخطوط. شنو هالدورة هاي؟ سؤال قبل أن أختم، ليش شرفك أنت مقتنع دولة غير بهيكلية وزارة لأنه ما تقدر تحارب فاسد؟ إيه، بيظل النظام الموجود المحاصصة، رئيس وزراء. شو أقول لك شغلة، الآن إذا كتلة سياسية جايبة وزير فاسد، تقدر كتلة سياسية ثانية ثقيلة؟ لا، هم يجيب واحد فاسد، لا هم يقول انت لا مستهدفني. احنا نكون واقعيين ترى لهذا الموضوع اللي صار. كم استجواب تم؟ هاي المعلومه شبعك ضحك وشبعك بكي، تغير هيكليه الوزاره على مود اكو واحد فاسد انت غير طبعا. انا راح ينتقدوني وراح يزعلون من عندي. ليش ينتقدون؟ اقول لك راح على مقدم الخدمه، خلي اصدقائهم حتى دائما، بس اصدقائهم زين. ماكو هيك شيء، هاي المانيا اعطيني دوله فاصله السلطة الطيران عن وزارة النقل إلا إذا كانت وزارة واحدة، مثل مصر. يقول لك مصر عندها وزارة الطيران المدني، لذلك فاصلتها. ماكو شيء. بعدين تقارني بدول ناشئة عندها الطيران الطيران مفصول. شاهد هذه دول ناشئة، احنا بس اخو ما له علاقة، لا أنا لا وزير نقل، احنا بظل الولد أقول لك أنا لا عندي منصب بالنقل ولا أريد النقل، و مثل ما نقول سبع حجارات ورا بعض. زين سووا بطلوك. بس هذا الواقع، انا افصل مؤسسات. انا دائما اقول العراق لا يخلو من الرجال ولا يخلو من الشجعان، وهم يراهنون على الوجود في قول الحقيقه. العراق بلد للاشراف، يمر به طارئون، احيانا فلاح يزرع ويتعب. نص دقيقه، يجي جراد يصير موظف وبكان ما يكتب وصيته الاخلاقيه لاهله، يصور فيديو يقول مخاف يصير علي شيء واستهدف، هذا الفيديو لازم ينشر؟ يصير 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 موظف يحضر ملف اسمه ملف اللجوء، لو يحضر ملف اسمه
نقول مذكراته، أفكاره، شذرات، مو أبيات شعر، لو يحضر ملف اسمه ملف اللجوء، ملف الاستهداف، أنا هسه هاي عندي بالبيت. هذا وتصوير فيديو عندي أخاف أستهدف. هذا مو جسدياً، لا معنوياً، أنا جسدياً ماتن. أردختم أقول لك هذا يحصل عندما تحكم الشياطين، ولكن لله قول وفصل في يوم زمهريرا قمطريرا. أمنت بالله. الأستاذ قيصر الهاشمي استمعت لك في 3 أجزاء وكنت أنا سعيداً. شرفني أكون هاشمي نوري ومبرقع وخادم لهذه الأسماء. والنعم منك مشاهدينا الكرام، هذا هو الجزء 3، انتهى بهذا الشكل، تقبلوا تحياتي.